بسم الله الرحمن الرحيم. شعيب مرتضى علي، جي 17 لاعب جمعية وهران. ملي كنت صغير كنت باغي نوصل ونولي لاعب محترف. جاتني فرصة وين ندير تيست في ان كلاب، ايوا رحت درت ان اسي قبلوني، ايوا بديت نلعب فوتبول. واحد النهار كانت عندنا ان تورنوا تاع كوبا كوكا كولا، كان لي فرصة باش زعما نروح سي زهري. بعد رحنا درنا ان بون تورنوا في اسبانيا في مدريد، حاجة عظيمة خاصة في ملعب كبير مثل ملعب برنابيو. وان شاء الله ما نحبسش غير هنا، زيد لقدام باش نولي لاعب محترف ولاعب في المنتخب الوطني الجزائري. جميع واحد يحب الفوتبول مع كوبا كوكا كولا، الحلم تاعو راه يبدا هنا.